الو، راح فين؟ راح فين؟ طيب كمل ده الحلقة واحد لغاية ما نجيبه من تاني. المقربين طبعا لقلب كابتن على ابو جريشه، هنسيبك بس تفكر عبال ما لغاية يجهز ما كمل لنا حكايه الكابتن اللي يعني موضوع ان نتيجه المباريات دي ما كانتش بتتعرف غير لما الجرايد تنزل، يعني قصدي تاني حضرتك يوم تتطبع. يقول نشوف الاسماعيلي عمل ايه، لان احنا حتى في السفر ما كانش في طيارات خاصه دي، احنا كنا مسافر ممكن في 12 ساعه، لان بنروح نطلع على مثلا اثيوبيا وبعدين نقعد كذا ساعه نستنى الطياره اللي رايحه كينيا وبعدين نطلع من كينيا على كينشاسا، يعني ناخد يوم في السفر. فكانت عمليه، لا كانت عمليه صعبه، مش زي دلوقتي انت بتروح تلعب وتاني يوم تبقى هنا. صح. طب حضرتك قول الو مره ثانيه. الو الو، ايوه كابتن علي حبيبي وكابتن هاني حبيبي وسام بنتنا يا حبيبي يا حبيبي كابتن، مش عارف واحد من حلوة. المقربين والحبايب. ده صلاح. ايوه ده صلاح ايوه حسن. ايوه 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 بقى صلح. ايوه يا صلح يا جميل. كابتني مساء الخير على حضرتك. صلاح حسني ده حبيبي. طبعا يعني حبيب قلبي، وحشني يا كابتن جدا، ودايما بطمن عليك من احمد. لا صلاح حبيبي. انت وسام ومشرفنا دايما كالعاده. حبيبي يا كابتن، منورنا منورنا كابتن. يكفي انك بتستضيف قدوه سلوكيه قبل فنيه. ده حقيقي. صحيح. ده حقيقي. بالنسبه لي دي من احلى الحلقات يا جماعه اللي انتوا عاملينها والله في التوقيت ده بالذات. صحيح صحيح. ليه بقى؟ ليه كابتن؟ وحشني يا صلاح. ليه؟ الكابتن علي ده طول عمره قدوه سلوكيه لينا والله العظيم، قبل الفنيات اللي كل مصر عرفاها. حقيقي حقيقي. وانت كمان مشرفنا في بيتك يا كابتن صلاح، وانت انت برضو لازم الواحد يقول الحق، يعني وكلمه حق الكابتن صلاح من الناس اللي كان سبب في ظهور حاجه اسمها اسم الكابتن هاني رمزي او التاريخ. طبعا فدوت انا دايما بشكرك يا كابتن، ودايما بطمن عليك من خلال احمد، ومعانا قامه كبيره حبيبي. وانا عارف قد ايه ان الكابتن علي قوي طبعًا. بيحبك يعني، وكنا مع بعض في السودان 70 في منتخب مع بعض، غير كده بقى احنا كنا على طول مع بعض دايما يعني. ده اسريا يا كابتن هاني، كابتن علي ابو جريشه ده. وهقول لك حاجه، في بيتك الكبير برنامجك الكبير اتفضل كابتن صالح سليم الله يرحمه كان هيجنن عشان يجيب علي ابو جريشه والله. وانا كنت من الاداه اللي بحاول، لكن كانت صعب جدا بوجود بقى عثمان بيه احمد عثمان الله يرحمه والناس المحترمه ديا، لكن كان الكابتن صالح دايما يدينا قدوه بسلوكيات الراجل ده لامانه ربنا. صحيح. فيعني كابتن علي ده رمز 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 سلوكيا قبل فنيا يا جماعه والله. ده حقيقه. دي حقيقه. كابتن صلاح بتقول في اول المداخله ان اللقاء ده مهم في التوقيت ده، عايزه حضرتك تشرح الجمله دي للي بيتفرج علينا دلوقتي. الحب يا جماعه، الحب اللي في الرياضه، الـ 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 العلاقه بين الرياضيين كلهم، العلاقه بين الرياضيين منافسه شريفه جوه الملاعب، ما تخرجش بره الملعب ابدا. صحيح. عمرها ما كانت بتخرج بره الملعب. عارفه حضرتك الـ 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 الاساس في هذا الموضوع ايه؟ اتفضل. ان كان الجيل بتاعنا وابني هاني رمزي الجميل يقول لك كان عندنا قدوه في كل حته. صحيح يا كابتن. كان عندنا قدوه في كل حته، في الشارع، في المدرسه، في الجامعه، في النادي. احنا كان عندنا ناس مش اعضاء، يعني مش في الاجهزه التنفيذيه في النادي. كان تلاقي اب الواحد معدي وهو صغير في النادي، تلاقي اب يندلك تعالى هنا، لون القميص مش ماشي مع البنطلون بتاعك، خلي بالك يا ابني. الذوق والابوه والحب والعلاقه بين الانديه. كان في قدوه، كان في قدوه. هو ده اللي احنا بنحمل جزء كبير للاعلام بصراحه. الاعلام المفروض الرقي يبتدي من القدوه الحسنه عشان يوصل للجيل الجديد، الشباب الصغير اللي ما يسمع تاريخ الكابتن علي ابو جريشه وعلاقته بجميع لاعبي مصر سواء في المنتخب او جميع الانديه، والكابتن هاني رمزي مع كل الاحترام ليه وذلك كان موجود وفي وجود فطاحل، لكن كان في قدوه لينا في كل حته. ده هو ده اللي انا بطلبه في التوقيت ده وفي الزمن ده الجميل ده اللي البلد فيها بتتطور والبلد في امان وخير. ناقص ايه؟ ناقص القدوه بس.
لا سمعينك. من برنامجكم على طول كده لو سمحت. سامعينك الملايين دلوقتي. وحضرتك كمان كنت قدوه لاجيال كتيره كابتن صلاح بصراحه، وانا بضم صوتي لصوتك، والاحترام المتبادل اللي حضرتك شايفه في الكابتن علي ابو جريشه. سيبك نهايه عن الفنيات ما بنتكلمش، الاهم حسن الاخلاق وهذا الاحترام الجم يا كابتن. طبعا طبعا طبعا. وشوفوا يعني حتى لما بيعوز ينقد تلاقيه بينقد بامثله تربويه وكلام فني، مفيش اي تجريح في حد ولا يعني. هو دي القدوه يا جماعه، هي دي ده اللي احنا بنطالب بيه يا جماعه ان شاء الله. وانا سعيد جدا جدا جدا. انا مبسوط بيك يا صلاح والله، انا مبسوط ان انا معاك النهارده وبسمع صوتك. شرف ليا يا حبيبي. والكابتن علي ابو جريشه كابتن مصر، كابتن مصر وكابتن الاسماعيليه الجميل. طبعا. هتشرفنا امتى يا كابتن صلاح؟ ده شرف ليا ان شاء الله. امتى يا كابتن؟ قولي البرد الجميل الجو يتصلح كمان. هنروح نجيبك. ان شاء الله قريب جدا. ان شاء الله تنورنا، ده بيتك يا كابتن. صلاح جميل. علي حبيب. وحشني يا صلاح. وانت يا علي ما تحرمش من الفص العويس بتاعك، مانجا الفص العويس اللي بتجيبها لي كل سنه، ما تحرمش منها ابدا. حبيبي يا كابتن. كابتن صلاح، انا كنت هسال كابتن علي سؤال، بس انا هساله لحضرتك وبعدين اساله كابتن علي. ايه النادي اللي لو ما كانش لعب فيه، يعني لو بخلاف الاسماعيلي، لو ما كانش لعب في الاسماعيلي كابتن علي ابو جريشه، كان ممكن أيوه. يلعب في اي نادي؟ في النادي الاهلي اكيد. الله عليك. ماشي. ليه بقى؟ لان القدوه بتاعتنا كانت حاطه صباحها عليه كابتن صالح في النادي الاهلي. ما كانش عايز الكابتن علي ابو جريشه، وانا اتقال لي شخصيا، لانه عارفين علاقتي الاسريه بالكابتن علي. ولكن الحمد لله ربنا كرمه وعمل اسم رياضي محترم، وشرف مصر وشرف النادي الاسماعيلي وشرف مصر كلها دايما. احنا نتمنى سلوكياته قبل فنياته. طبعا طبعا طبعا. نتمنى طبعاً. كابتن صلاح، ان كمان حضرتك وابنك احمد كمان من ابناء النادي الاهلي واللي كان لهم باع في عالم الاحتراف، يا ريت ان شاء الله باذن الله في اقرب فرصه تشرفونا في بيتكم هنا في البيت الكبير ان شاء الله. شرف لينا يا كابتن هاني، وانت عارف يا حبيبي. عارف. ربنا يخليك يا كابتن، وكل التوفيق يا رب ليك. ربنا يخليك يا صلاح. قريبا جدا ان شاء الله. شكرا كابتن صلاح. توفيق يا كابتن علي. جميل. توفيق يا حبيبي. سلامة الله يا سامح. مع السلامه حبيبي. الف سلامه. هو اصاب نقطه مهمه جدا.